السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة التقويم والدعم الأخيرة في الوحدة السادسة، مجال الحفلات والأعياد، المرجع مرشدي في اللغة العربية. سيكون إن شاء الله هذا الفيديو آخر فيديو مرتبط بهذا الكتاب. نبدأ على بركة الله. عنوان النص التقويمي: عيد الفطر. جاء عيد الفطر ومعه الفرح والسرور. استيقظت باكرة وبعد أن نظفت جسمي أسرعت إلى ملابسي الجديدة فلبستها وأنا فرح مسرور. رأتني أمي فقالت: تبارك الله، كل عيد وأنت بخير يا بني. قبلت يدها ويد والدي وهنأتهما بالعيد، وسمعت منهما عبارة: الله يرضى عنك، التي أحبها مثل أبي وأمي وأبي. وبعد أن عدنا من صلاة العيد جلسنا حول مائدة إفطار عليها فطائر وحلويات متنوعة وصينية شاي. رن رن، قالت أمي: هذا جرس الباب، افتح يا ولدي. فتحت الباب وصحت مبتهجا: هذا عمي ومعه عمتي. هتفت أمي: يا مرحبا. وقال والدي: تكتمل الفرحة الأعياد بقدوم الأحباب. أنجز أقرأ العنوان وأذكر أعيادا أخرى. العنوان عيد الفطر، نستطيع أن نقول مثلا عيد ديني، عيد الأضحى، عيد الأضحى، عيد وطني، نختار مثلا عيد العرش، متى يكون عيد الفطر؟ يكون عيد الفطر بعد نهاية شهر رمضان، بعد نهاية شهر رمضان وفاتح شوال. إذن يكون عيد الفطر بعد نهاية شهر رمضان وفاتح شوال. ننتقل للسؤال الثالث من أنجز. أنجز خريطة كلمة فرحة. فرحة نوع الكلمة، اسم مرادفها سعادة، أو سرور، ضدها حزن. الجملة: حل العيد وعمت الفرحة. حل العيد وعمتي الفرحة. حل العيد وعمتي الفرحة. أضع دائرة حول الكلمات الزائدة. تناولت الأسرة في صباح العيد فطائر، صحيح. لاحظوا معي هنا: جلسنا حول مائدة إفطار عليها فطائر وحلويات متنوعة وصينية شاي. إذن فطائر، حلويات متنوعة وصينية شاي. إذن تناولت الأسرة في صباح العيد فطائر، نعم. كسكس، لا نتناول الكسكس أصلا في الإفطار. إذن سنحيط لأن طلب منا وضع دائرة. شاي، نعم تناول شايا. تمرا، لا لم يتناولوا تمرا ولم يتناولوا زيتونا. حلويات، نعم أكلوا حلويات. العسل، لم يتناولوا عسلا. إذن تناولت الأسرة في صباح العيد فطائر شاي وحلويات، ولم تتناول الكسكس والتمر والزيتون والعسل. أذكر العمل الذي قام به الطفل صبيحة العيد. دائما أجيب إن أخذتم ورقة، يعني الدفتر ديال المنزل،
تجاوبوا على السؤال ثم تجيبون. العمل الذي قام به الطفل صبيحة العيد هو أنه نظف جسمه. وبعد أن نظفت جسمي أسرعت إلى ملابسي الجديدة ولبستها. إذن نظف جسمه ولبس ملابسه الجديدة. نظف الأجوبة أسئلة الفهم كتكون في النص. نظف جسمه ولبس ملابس جديدة جديدة. السؤال الموالي: ألون ما يدل على فرحة على بهجة العيد. ألون ما يدل على بهجة العيد. إذا فرح مسرور، فرح مسرور، عاد والدي، يا مرحبا، فرحة العيد، كل عيد وأنت بخير. أنتم قوموا بالتلوين بالألوان بأقلام تلوين. إذا ما يدل على بهجة العيد: فرح مسرور، عاد والدي، لا تدل على بهجة العيد، يا مرحبا أيضا، فرحة العيد تدل على الفرح والسرور، يا مرحبا. بصراحة ممكن أن نعتبرها من ضمن الأشياء التي تدل على بهجة العيد، لأن تقوم العائلات بزيارة بعضها. كل عيد وأنت بخير تدل على بهجة العيد أيضا. كل عيد وأنت بخير. أحدد عائلة كلمة فتح. فتح مضارعة يفتح، فاتح اسم الفاعل، إن شاء الله السنوات المقبلة غتتعرفوا على اسم الفاعل اسم المفعول. مفتوح مفتاح دائما. العائلة من الكلمة المطلوبة تكون مكونة من الحروف الأساسية الكلمة. لاحظوا معي، فتح موجودة في فاتح، في مفتوح وفي مفتاح. فاتح مفتوح مفتاح. سؤال موالي: استخرج من النص الكلمات المختومة بالياء. ياء المد هنا مثل جسمي. سنستخرج الكلمات المنتهية بالياء المد مثل جسمي. نظفت جسمي، ملابسي، أمي، تبارك الله، كل عيد وأنت بخير، يا بني، قبلت يدها ويد والدي، والدي، وهنأتهما بالعيد، وسمعت منهما عبارة الله يرضى عنك، التي أحبها مثل أمي وأبي. وبعد أن عدنا من صلاة العيد، جلسنا حول مائدة إفطار عليها فطائر وحلويات متنوعة وصينية الشاي. قالت أمي: افتح يا ولدي، هذا عمي ومعه عمتي. هتفت أمي، قالت يا مرحبا، وقال والدي. تكتمل فرحة العيد بقدوم الأحباب. إذن هذه الكلمات المشابهة لكلمة جسمي، يعني في المد بالياء: جسمي، ملابسي، أمي، والدي، التي، أمي أيضا، ولدي، عمي، عمتي، والدي، أمي. قالت الأم لابنها: كل عيد وأنت بخير. ماذا تقولين لأختك؟ ماذا تقولين لأختك؟ كل عيد وأنت بخير. أختك وأنت بخير. ماذا تقول لأخويك؟ أخويك مثنى. كل عيد، كل عيد
مخاطبين، وأنتما بخير، لأن كل عيد وأنتما بخير. أتمم كما في المثال: ملابس جديدة، حلوى لذيذة، حلوى لذيذة، فطائر شهية، فرحة غامرة أو فرحة كبيرة، اكتب تتكلم شذا مع هدى. أتمم بألف المد أو ألف ألف ممدودة، ألف مقصورة أو التاء. الشذا، الشذا تكتب بالألف ممدودة. بشرى، بشرى تكتب بالألف المقصورة. الملونة، الملونة تكتب بالتاء المربوطة. السنة، السنة تكتب بالتاء المربوطة. ذكرى تكتب بالألف المقصورة. اكتب كلمتين تنتهيان بالألف ممدودة وكلمتين تنتهيان بالألف مقصورة. إذا كلمتان تنتهيان بألف ممدودة: رضا، عصا. وكلمتان تنتهيان، كلمتين تنتهيان بالألف مقصورة: سعى، موسى. اكتب اربع كلمات تنتهي بالتاء مربوطة. نبقى في نفس المجال، مجال الاعياد: بهجة، بهجة، اضحية، مسيرة، حفلة. إذا بهجة، أضحية، مسيرة، مسيرة الخضراء مثلا، حفلة. السؤال رقم 15 والأخير، وهو السؤال الأخير في هذه الوحدة في هذا التقويم والدعم: أرتب ما يأتي لأكون فقرة. فابتهج الناس، عندي هنا بعض الجمل المبعثرة سوف نقوم بترتيبها لأجل تكوين فقرة. فابتهج الناس ولبسوا أجمل ثيابهم، حل يوم العيد، هنأ بعضهم بعضا، وزاروا أحبابهم، وبعد صلاة العيد. إذا نبدأ بفعل حل يوم العيد. حل يوم العيد فاصلة. فابتهج الناس، فابتهج الناس فاصلة، ولبسوا أجمل ثيابهم، ولبسوا أجمل ثيابهم، لبسوا أجمل ثيابهم فاصلة، وبعد هنأ بعضهم بعضا، وزاروا أحبابهم، وبعد صلاة العيد
وبعد صلاة العيد هنأ بعضهم بعضا بعضا وزاروا أحبابهم. حل يوم العيد فابتهج الناس ولبسوا أجمل ثيابهم، وبعد صلاة العيد هنأ بعضهم بعضا وزاروا أحبابهم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. مع السلامة.